الخليلي قال بخلق القرآن في هذا الكتاب. أنا ما حبيت أن أثير هذه القضية في الحقيقة، ما حبيت أن أثير هذه القضية، لكن حينما يخرج إنسان، لو تعرض الكتاب يا شيخ سأعرض الجزء هذا، حينما يخرج إنسان ويتكلم في مسألة على خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، وحتى لا أكون محايد أو أكون يعني مائل لأهل السنة والجماعة، لم يقل بها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي إنسان بهذه البدعة وقال بها الجهم بن صفوان. ترى الكلام هذا ما قالوا الخليلي فقط، الخليلي ينقل، قالها أئمة المعتزلة وقالها أئمة الجهمية. ها، وقال الجهم بن صفوان في قضية الخلق حين قال وددت أني حككتها، وإن كان في موضوع آخر، لكن خليني أذكر لك القول. هذا كتاب الحق الدامغ، عليه ختم المكتبة، خلينا نسوي دعاية على ختم طيب المكتبة كذلك. هذا الحق الدامغ للخليلي، الأخ يأخذ واضح الصورة يا أخي، الكتاب الغلاف يا شيخ، الغلاف. أيوه؟ الغلاف أفضل. أيوه، طلع لأنه ملون خفت. لا لا، يظهر واضح. واضح الصورة يا إخوان، واضح. هذا لأحمد بن حمد الخليلي، مفتي عام سلطنة عمان. طبعا هو ذكر في مسألة خلق القرآن، أتى بأدلة الذين يقولون أن القرآن غير مخلوق، وأتى بأقوال وأدلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق. ثم يقول هنا، إذا تستطيع تعرضها. أيوه، تقرأها. شوف هنا خاتمة في نتيجة ما تقدم. طبعا هو يعرف هذا لأنه الكتاب عنده موجود. نعم. في نتيجة ما تقدم، ليس بمرتاب أخي القارئ أنك بعد اطلاعك على محتوى هذا المبحث من أخذ ورد، يعني ذكر أقوال المؤيدين والمخالفين، واجتذاب ودفع في مسألة خلق القرآن، تدرك أن الصواب والسلامة في اعتقادي أنه كسائر الموجودات، غير الله عز وجل كائن بعد أن لم يكن، وما كان كذلك فهو مخلوق قطعا. طيب، خلينا أشوف شرح الخليلي لكتاب مشارق الأنوار أو مشارق أنوار العقول للسالمي. هذا الآن الخليلي هو يشرح هذا المتن. تعرض الكتاب يا شيخ أفضل، لو الإخوان يأخذون. أيوة، مشارق أفضل. أنوار العقول، طبعا هذا للسالمي، هذا الكتاب تعليق سماحة مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي. هنا يقول الحديث في خلق القرآن، وكل بيت منظومة ويشرحها الخليلي. يقول أنه لا خلاف، أي في المنظومة، يقول بين الأمة في أن كلامه تعالى المكتوب في المصاحف المتلو بالألسن المحفوظ في الصدور مخلوق، لأنه مركب من حروف، وكل حرف منها مشروط وجوده بانقضاء ما قبله. طبعا يعني المسألة، لأنهم يعني يقدمون العقل على النقل، هم لا يكفرون بالنقل، هم يؤمنون بالنقل، لكن يقدمون العقل. يقول الخليل لماذا أن القرآن، أحد الشبه التي يعتمدون عليها، لماذا نقول أن القرآن مخلوق؟ قالوا لأن كل كلمة في القرآن مكونة من حروف، فكل حرف يحتاج للذي قبله وللذي بعده، فهذا يكون فيه نوع من الضعف ولا يليق بكلام الله عز وجل. وهذه الشبه موجودة عند المعتزلة وعند الأشاعرة.